مغالطتان سياسيتان من العيار الثقيل طالعنا بهما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في خلال إطلالته على برنامج الأسبوع في ساعة من على شاشة الجديد، إذ يبدو أن النائب الشاب يجهل التاريخ السياسي لجده الراحل بيير الجميل. مداعماً موقف حزبه الرافض لوصول العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة، يقول الجميل إن الشعبية المسيحية أو الحيثية المسيحية الأوسع لم تكن يوماً معياراً لوصول أصحابها إلى قصر بعبدة، ولهذه الغاية استشهد الشيخ الكتائبي بتاريخ جده السياسي ابتداء من عام 76. دستور ما بيقول أنه الأقوى مسيحياً بيجي رئيس جمهورية مطلقاً، ساعتها ما بتعود بحاجة لانتخابات. سنة 76 أدي كان يمثل بيير الجميل؟ طبعاً الحجم الأكبر داخل قد الجنرال عون اليوم؟ بسألك كان يمثل تقريباً؟ مزبوط أعرف تقريباً؟ طيب خلينا نعتبر طيب. هيك ما كان عنده ميليشيا؟ ها عم سميها ميليشيا كمان تنريح أو مقاومة ما كان بيقدر بيير الجميل بوقتها بعز الحرب والبلد مقسوم يجي يقول يا أنا رئيس جمهورية يا ما في رئيس؟ وفق متابعين فإن بيير الجميل والكتائب حققا عام 72 أعلى رقم في التصويت. وفي معرض حديث الجميل مغالطة ثانية مفادها أنه في عام 76 اتفق الأقطاب الموارنة على انتخاب إلياس سركيس رئيسا للبلاد، مثل ما صار ب 76 اتفقوا بيير كامل شمعون وبيير الجميل وريمو قدي على دعم رئيس إلياس سركيس. والحقيقة شيء آخر، أنذاك لم يكن هناك اتفاق على اسم سركيس، والدليل أن قدي كان من المعارضين بحسب ما تظهره صحيفة النهار في عددها الصادر في 9 من أيار عام 76 التي سبق ونشرت يوم ذاك وقائع انتخاب المرشح الوحيد إلياس سركيس رئيسا للجمهورية وفوزه ب 66 صوتا في الدورة الثانية من أصل 69. ويبدو اسم ريمو إدي واضحا من بين أسماء النواب الذين تغيبوا عن جلسة انتخاب سركيس. نجل الرئيس الراحل صائب سلام استشهد بالكلام عينه للنائب الجميل، ويبدو أن رئيس حكومتنا لا يفقه هو أيضاً في التاريخ السياسي لوالده الذي كان هو أيضاً من بين الذين تغيبوا أو قاطعوا جلسة انتخاب إلياس سركيس.